ونبقى مع الدوري الممتاز، حيث يحل الأهلي غدا ضيفا على فاركو في الجولة 11، وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها يلتقي الإسماعيلي مع مصر المقصة، بينما يستضيف الجونة فريق البنك الأهلي. أعلن نادي الزمالك عن فسخ تعاقد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيران بالتراضي، وكان كارتيران قد تولى تدريب الزمالك في مارس عام 2021، حيث قاد الفريق في 40 مباراة، فاز في 27 منها وتعادل في 8 مباريات وخسر 5، كما حصد لقب الدوري الممتاز الموسم الماضي. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا استبعاد روسيا من ملحق تصفيات أوروبا المؤهل لكأس العالم بعد الأحداث الأخيرة والهجوم على أوكرانيا، وأصدر الفيفا بيانا مشتركا مع اليويفا يعلنان فيه إيقاف كل المنتخبات والأندية الروسية عن المشاركة في كل المنافسات حتى إشعار آخر. كما دعا الاتحاد الدولي والأوروبي لكرة القدم إلى التضامن مع جميع المتضررين في أوكرانيا، معربين عن أملهما في أن يتحسن الوضع في أوكرانيا بشكل كبير وسريع، بحيث تصبح كرة القدم مرة أخرى قوة دافعة للوحدة والسلام بين الناس. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لنهى ومحمد لاستكمال ما تبقى من التاسعة.